بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الكلمات إن شاء الله نتكلم عن فضل أيام ذي الحجة، وهي العشر الأولى من ذي الحجة. فإن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن فاضل بين الأوقات والأزمنة، فاختار سبحانه وتعالى أوقاتا خصها بمزيد من الفضل وزيادة من الأجر، ليكون ذلك أدعى لشحذ الهمم وتجديد العزائم والمسابقة في الخيرات والتعرض لنفحات الله عز وجل. ومن هذه الأزمنة الفاضلة أيام العشر ذي الحجة التي اختصها الله عز وجل بعدد من الفضائل والخصائص. فقد أقسم الله تعالى في كتابه تنويها بشرفها وعظيم شأنها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وكثير من العلماء من قال أنها عشر ذي الحجة. ومن الأعمال التي وردت في فضلها في النص من كتاب الله أيضا عز وجل، قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في أيام معلومات، جمهور العلماء يقول المقصود بها أيام العشر من ذي الحجة، كما في حديث ابن عمر الذي سيأتي: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل من أي عمل، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي وغيره. فهنا نوه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العظيمة أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج. يعني ما معنى خرج؟ يعني دخل في الجهاد، ذهب للجهاد وأخذ ماله جميعه، ثم استشهد وأنفق ماله في سبيل الله. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. من التهليل يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التحميد: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أيضا التسبيح: سبحان الله، سبحان الله، وجميع أنواع الذكر لله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. الأيام العشر أيها الإخوة أيضا من فضلها وعظمتها فيها يوم عرفة. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وهو المغفرة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. يوم عرفة أيضا صيام يكفر سنتين، كما
هو معروف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة، أيام العشر ذي الحجة، فيها يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود وأحمد. ومن الأعمال أيضا الأضحية، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، بل إن من العلماء من قال بوجوبها، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر أيها الإخوة، لماذا خصها الله بهذه الخصوصيات العظيمة؟ لمكانتها ولاجتماع أمهات العبادة فيها. تجتمع فيها الصلاة، يجتمع فيها الصيام، يجتمع فيها الصدقة، يجتمع فيها الحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وقد تكلم أهل العلم في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان. مين أفضل، العشر الأواخر ولا العشر ذي الحجة؟ وأحسن ما قيل من بعض العلماء المحققين من أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة. وليالي، هنا الأيام، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، جمعا بين النصوص الدالة على فضل كل منهما. لأن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي العظيمة، وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار الأيام، ففيها يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية وغير ذلك. ومن أعمال عشر ذي الحجة الحج إلى بيت الله الحرام، فمن المعلوم أن هذه الأيام توافق فريضة الحج، والحج من أعظم أعمال البر كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فينبغي على المسلم إن وجد سعة في ماله وفي صحته وجسده أن يبادر بأداء فريضة الحج العظيمة، لينال الأجر والثواب الجزيل، فهي خير ما يؤدى في هذه الأعمال الأيام المباركة. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر المحافظة على الواجبات والفرائض وأدائها على الوجه المطلوب، وذلك بإحسانها وإتقانها وإتمامها ومراعاة سننها وآدابها، وهو أولى ما يشتغل أو يشتغل به العبد، والاستكثار من النوافل والسنن. طبعا في الأول يحافظ على الفرائض، ففي الحديث القدسي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل شيء أن يؤدي الإنسان الفرائض، ثم يذهب بعد الفرائض إلى النوافل والمستحبات، ويغتنم شرف الزمان فيزيد مما كان يعمله في غير العشر، ويعمل ما لم يتيسر له عمله في غيرها، ويحرص على عمارة وقته بطاعة الله عز وجل من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وأداء الحقوق وغير ذلك من الطرق الخير الكثيرة التي لا تنحصر. ويسن أيها الإخوة إظهار التكبير المطلق، نقول سنة، من أول أيام ذي الحجة في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق وغيرها، يجهر بها الرجال
يكبر يهلل، والنساء تسر بذلك إعلانا بتعظيم الله تعالى، ويستمر من أول يوم من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهي من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها في هذه الأيام. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير الخاص، إذا عندي تكبير عام يبدأ من أول ذي الحجة وينتهي في ثالث يوم أو رابع يوم من بعد العيد، وأما التكبير الخاص المقيد فهو بأدبار الصلوات المفروضة بعد الصلاة، الله أكبر الله أكبر، ويبدأ من فجر يوم عرفة التكبير، هذا بسموه الخاص، ويستمر حتى عصر يوم من أيام التشريق لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه الإمام مسلم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.